لديكم الأمانة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من الطبيعي أن أقوم بهذه الزيارة لسيادة الرئيس، لأنني التمست منه منذ نقابة بحملته الانتخابية حتى اليوم الإرادة القوية والإرادة الصلبة لبناء الدولة الجزائرية الجديدة. هذه الدولة اللي كانت حلم شهدائنا الأبرار واللي ندى بها الملايين من الجزائريين والجزائريات أثناء قيامهم بثورتهم السلمية والفريدة من نوعها. وأنا اليوم كمواطن أعتز كل يوم أكثر فأكثر بانتمائي لهذا الشعب العظيم. وشكرا. Thank you.